رفعت وعطر كتير قوي، طلع البتاع ده متصور من غير صوت، على الله يطلع ده متصور بصوت. ده Journal of Medical Physics بكوادرت 4، acceptance rate بتاعه كبير. تجربتي معاه مش بوزيتيف قوي، لكن نشره كان فيه كام حاجة حلوين كده عايزة هايلايت عليهم. هقول لكم ايه الحاجات اللي لفتت نظري، يعني اقرا من تحت لفوق كده، عشان انا طول عمري احب امسك المجلة اقرا بالشقلوب، فهقرا بنفس الشقلوب اللي بقراها حتى لو عربي، يعني نقرا من شمال لمين، فلو كانت انجلش نقرا من يمين لشمال. المهم يعني iterative maximum likelihood expectation maximization of tomographic reconstruction improving whole body planner images في البون dedicated single photon emission spect، يحطوا الايمج عليه. practical method for slicing، لا مش هو ده، كل ده مش هو ده. بصوا بقى semi flex 3D chamber بتقيس ال unflattening beam comparison among different detectors، بيقارن كذا ion chamber semi flex chamber under unflattening beam، يعني beam من غير flattening filter، and comparison among different detectors. effect of detector orientation، يعني لو كان حطت ال ion chamber في اتجاه معين مثلا parallel للليزرز ولا عمودية على الليزر، بيسموها لو هي عمودية على الليزر اللي هي target gun، target gun وبيسموها لو هي lateral اسم تاني او left right. فهل اتجاه الion chamber حطيته تفرق effect of detector orientation؟ يأثر على الجو بوزيشننج في انه يقيس بشكل دقيق small field output detector positioning determining small field output factor with a various detector of high energy photon beam، هيفرق بقى ولا مش هيفرق. registration accuracy in contouring propagation and adaptive radiotherapy. adaptive دي يعني زي ما قلنا قبل كده، تراجع تدي العيان عدد جلسات وبعدين تصور. هل لو بعد كده صورته ولقيت التيومر صغر شوية تصغر معاه ولا تعمل ايه؟ ليه تاسك جروب اللي هو 132 وهو بيقيم تويتش ليفل الادابتف ثيربي ده دقيق. طيب دوزيمتريك ايفالويشن ريلاتيف دوزيمتري سيستم فور كولابريشن اي ابليكيشن يوزن ريديوكراميك فيلم. بصوا بقى دي احلى حاجة عجبتني، نوفل ارتفيشل انتليجنس، بس بصراحة هما فيهم كذا بيبر حلوة، لكن البيبر ديت artificial intelligence tool for real time patient identification to prevent misidentification in healthcare. يعني حسيتها بصراحة point of research practical جدا، و issue that could happen ان يحصل ان يدخل اتنين patient حد منهم مكان التاني لمجرد ان حصل misidentification، فهو حلها ب artificial intelligence tool real time، يعني patient وهو نايم على الكاوتش يقدر يدتكت whether the patient اللي نايم على الكاوتش ده هو ده اللي عايزين نعالجه ولا مش هو ده اللي عايزين نعالجه. للأمانة فرص ان ده يحصل مش كبيرة، بالعكس دي فرص قليلة جدا، لكن هي مستحيل تحصل؟ لا هي مش مستحيل، الأسباب بتحصل reported و recorded، يعني الأماكن اللي بتريكورد الانسيدنس بتاعها بتسجل أي انسيدنس زي كده، دي بتعتبر من الحوادث. صح هي حادث صغير ويمكن تداركه، لكن يمكن ألا يتم تداركه. فهم هيستعينوا بـ Artificial Intelligence Tool علشان ايه؟ يقفشوا العيان لو كان يعني عدى من الفني مثلا او عدى من التيم اللي في الاول ودخل باسم غير اسمه باي ايرور وخد الجلسة باي ايرور، يعني وهو بياخد الجلسة الجهاز هيقفشه ويزمر ويخرجه بره. يمكن Open Imaging بقى هيقارنه مع الصورة اللي دخل على السيستم. بصراحة بيبر تزيرف انها تتقري. يعني Deep Learning Based Lung Dose Prediction using chest x-ray imaging for non small cell lung cancer. بصوا بقى الحاجات اللي هي depend على ال respiration basically في جزء منها بيعتمد على UV، لكن انها تعتمد على x-ray ده بي provide انك تستخدم التكنيك ده وتعرض العيان لدوز اقل كتير. hybrid feature of optimization techniques based on classification accuracy of brain tumor region using machine learning and future evaluation based the institute test data. rough thread digital imaging communication of medicine research tool of segmentation and radiomic feature extraction. العنوان دوت حلو بس اظن ما قريتوش لسه.
single feature of multi-computed tomography simulation, the high dose rate prospective gynecological intracavity brachytherapy. البراكيثيرابي من التولز اللي very promising للعيانين اللي بيتشخصوا بالجينيكولوجيكال كانسر أورام الرحم، وبيدي فرص تشافي عالية جدا، مش available لقطاع كبير من مستشفيات الشرق الأوسط، لكنه يعني cost wise مش غالي قوي، يعني could be provided. في منصة اسمها براكيثيرابي provide online courses for free، وكانت عملت قريب ويبينار بتتكلم على التبرعات، واللي كان بيكلم في الويبينار ده كان بيقول ان التبرعات ديت هو بيشوف انها could be disappointed، لانك ممكن تباي تبرع لجهة معينة and then الجهة دي تخيب امالك في ادارتها للتبرع، فهو كان بيشوف ان التبرع الانسب واللي عمره ما ما يكون قيمته يعني تروحها بقى المنصورة هو التبرع اللي ان حد يتبرع فيعلم كوميونيتي تاني يعني. فذاتس واي هو ممبر في براكيتيرا. في كورس افيلبل لبراكيتيرا فور فري على نورتوني الحمد. عايز بس اقول لكم حاجه اخيره، اولا في هذه العشر الاواخر لا تياسوا من روح الله، انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون. ثانيا لا تنسوني من صالح دعائكم. ثالثا طبعا طبعا واولا واخرا ما تنسوش ابدا اخواننا في كل بقاع الارض المسلمين المستضعفين، ربنا ينصرهم ويعزهم، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، وشكرا للفيور الوحيد من العشرة اللي عملوا فيونج للفيو اللي فات للفيديو اللي فات اللي قالوا لي ان مفيش صوت، يعني ثانكس املن والله يا ابني، من غيرك كان زمان الناس كلها بتتفرج على الفيديو من غير صوت وما بتقولش ان في صوت. عارفين يا شباب انتوا لو كتبتوا اي كومنت في التعليقات، انا بقرا كل التعليقات اساسا، ليه؟ لان كل التعليقات اللي بتيجي عباره عن 3 4 تعليقات، ده بفرض يعني ان في فيديو بيبقى عليه 3 4 تعليقات. يلا المهم خلي بالكم من نفسكم وامشي، هستور عليكم، مع السلامه.